ومعنا بشأن هذا الموضوع عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. مرحبا بك دكتور صفي الدين. إذن هذا اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كيف تتابع الأوساط السياسية في أمريكا هذه الخطوة؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين قناة الرافدين، وشكرا على استضافتي. يا سيدي العزيز، دي كانت مفاجأة يعني الحقيقة من العيار الثقيل لا شك. كل المحللين السياسيين والمراقبين ومراكز البحث والفكر يعني قابلوا هذا بترحاب طبعا. بس كالعادة يعني ترامب دائما يجيء لنا بمفاجآت يعني غير متوقعة، مع ان قطعا مثل هذا الحدث لم ياتي من فراغ ولم ياتي يعني بطريقه فجائيه، هو قطعا كان في تحضير له. كذا نقطه مهمه هنا في يعني لازم المشاهد والمحلل يرى يعني يراقبها عن قرب. اولا دور كوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه يعني في اعماق الشعب والمجتمع هم يعلموا انهم يعني امه واحده، ويتمنوا اليوم اللي يعني العلاقات تسودها على الاقل الاخوه القديمه وانفراجه الى شيء اكثر سلميه من التصعيد الرهيب اللي صعده ترامب، وهذه طريقته. يعني هو بيفكرني بانه الاستاذ دائما يحب استعمال الصدمات الكهربائيه، وهو بيقول لك انا يعني دي بتكسبني كثير ان انا دائما يعني ادخل بشده وغلظه واخلي البلاد كلهم يعني يناقشوا، مش يناقشوا، يجادلوا وحتى يعني يدخلوا في عراك مع بعض. يقول لك ايضا هو اهم حاجه مصلحته. الدور الدبلوماسي للدول الاخرى غير كوريا الجنوبيه مثل السويد، خاصه وزاره الخارجيه السويديه، كيف تقيم دورها في التقريب بين البلدين امريكا وكوريا الشماليه؟ والله انا في اعتقادي يعني لا شك فيه، ما سمعناش عنه الكثير الى الان. يعني بخفوت هي السويد دائما بتعمل في صمت يعني ومن وراء الابواب، لكن انا اعتقد ان الصين قد تكون لها يد، واحنا ما نعرفش المؤتمر اللي هيعقد ان شاء الله في مايو هيعقد في اي مكان. قد يكون في كوريا الجنوبية، قد يكون في الصين، يعني ما حدش عارف. لكن لا شك أنا أعتقد بدون تأييد صيني مش ممكن يعني يحصل تقدم في هذا. الحقيقة تداعيات هذا الخبر كثير جدا. أولا على ترامب، ترامب غير الموضوع. الموضوع طبعا كان هو كيف استقال مستشار الاقتصادي له اللي هو كوهن، ودي بعد القرارات الاقتصاديه اللي يعني اوقفت العالم كله، اللي هو بالنسبه وضع ضرائب على استيراد الحديد والالومنيوم لامريكا. استغل هذه القضايا الداخليه يعني ترامب بس في هذا الوقت. يعني هو غير الاجنده، خلى كل الناس حاليا يتكلموا عن فدي مكسب لترامب لا شك. في حاجه اخرى يعني بالنسبه ل كل الكلمات الصفيقة والمؤذية الحقيقة اللي استعملها ضد الرئيس الكوري، رئيس يعني سماه طفل الصواريخ وحاجات زي كده، دي كانت يعني اهانات جامة. لكن انه حاليا يجلس ينقلب الوضع الى ان هم سيجلسوا سويا، فطبعا هو نصر كمان للرئيس. طيب دكتور صفي الدين، بتاع كوريا الشمالية لا شك يعني. مع أن هذا الحراك الدبلوماسي بيقولوا إن يعني إذا انتهت هذه الأمور بنجاح طيب. طبعا هتاخد وقت كتير، لكن قد يصل إن يعني ترامب في يوم من الأيام يحصل على جائزة نوبل، وده طبعا شيء غريب جدا، لكن يعني هذا تردد في أوساط واشنطن. مع أن هذا الحراك والجهد الدبلوماسي يستبشر به المراقبون، إلا أن الصحافة الكورية الشمالية مثل صحيفة أودونغ ذكرت أن كوريا لن تذعن للتهديدات الأمريكية ومستعدة للحرب. كيف ترى هذه اللهجة في الصحافة ومستقبل العلاقات بين واشنطن وبيونغيانغ؟ يا سيدي العزيز، أنت تعلم وأنا أعلم وكل
البلاد العربية وأهل العرب يعلموا ما معنى أن يكون في الحكم دكتاتور زي كيم يعني، ودكتاتور قاسي والحكم شيوعي. لا شك أن كل الصحافة ليست حرة، هي أبواق للرئيس، وهو طبعا بما أنه يأخذ الموقف المتشدد ولا حق هذا عشان طبعا يقدر يقوض موقفه أمام أمريكا وأمام العالم طبعا، يعني إلى حد كبير بتنظر بقلق شديد للتحركات بتاعته. لكن هو أكتشف أنه هو نجح، ونجح في الحصول على انتباه العالم، وحصل على السلاح النووي. نعم. انه اليوم لا يكون في موقف ضعيف. هو يعني ندا بند. وسنرى غدا نتائج. وقول هذه الزياره بعد هذا اللقاء. كثيرين نعم. رفضوا. نعم. بيل كلينتون ومنهم جورج دبليو وكلهم دول نعم. لم يقابلوا، ده اول مره رئيس امريكي يقابل الرئيس الكوبي. نعم، لقاء تاريخي فعلا. دكتور صفي الدين حامد، رئيس مركز العلاقات الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.